حسن صبري 41 سنة أستاذ تعليم الابتدائي وصحفي محلي هنا بمدينة سيدي فنو. أول حاجة تعلمناها عند الوالدين هو التربية على القيم. كانوا الوالدين ديالنا الوالد الله يرحمه الوالدة باقية عايشة في الحياة الله يطول في عمرها يعني ربونا على حب الآخر وربونا أننا نبغيو الخير للآخر وما تكونش عندنا ديك الطبيعة ديال الإنسان يحقد على الآخر هذا هو اللي كاين. بالنسبة لهذاك الريبورتاج ديال اللي صورنا مع علي فين وصف المونتاج؟ واجد محمد بان لك فيه شي حاجة أكيد أنه خلال المسار الدراسي والمسار ديال السطاج كتلقى مجموعة ديال المبادئ منها كيفية التعامل مع الأطفال. فمن بين الحوايج اللي كانت كيحتوا عليها السادة الأساتذة المؤطرين أن هذا التلميذ هذا اللي كيجيك راه كيجيك صفحة بيضاء. يعني أنت بالطريقة ديالك كتحاول أنك تنقش فيه الحاجة اللي بغيتيها أنت يعني. هذا هو يعني من بين التعليمات الأساسية اللي كانت كتعطينا خلال مرحلة التكوين. درت شوية شوية دونك هذوك الجوج شوفوا أنتم شكون اللي شنو قال لك أسي محمد؟ مزيان؟ توكل على الله. توكل على الله، وإلا كان شي ضيف آخر ولا شي حاجة أنتم اقترحوا ربما كيفاش غادي نحصلوا على شباب واعي ومثقف وحنا ما عندناش مراكز اللي تأهل هؤلاء الشباب. فملي كنوفروا لهاد الشباب مثلا دور الثقافة، دور الشباب، ملاعب ديال القرب، يعني تجهيزات، يعني كل شيء هذه الأمور هذه داخلة في الإطار ديال أنك تحصل على شباب مثقف وعلى شباب واعي بطبيعة الحال بتأطير من الجمعيات ومن الأحزاب السياسية اللي خصها تدير الدور ديالها في تأطير هذا الشباب هذا. فين وصلتي؟ شنو عندك اليوم هذاك الشيء ديال الوقاية المدنية؟ توصلتي بالتصور؟ مزيان الله يسخر. سي محمد شوف لينا خويا هذاك نبغي ننصح الشباب كله بعدم الياس لان الياس والاحباط هما اسباب الفشل اللي كاينين حاليا في المجتمع وبالتالي خص حتى الشباب ديالنا يكون شباب مبادر يقلب على المبادره اللي غادي في المجال اللي غادي يلقى فيه راسه لان الا ما قلبش وبقى حبيس الجدار ديال المنزل فاكيد انه ما غاديش يوصل للهدف ديالو وبالتالي فكان النصيحه اللي غادي نوجهها للشباب انه يكون شباب مبادر شباب اللي كيقلب على ذاته في جميع المجالات الحيويه. كاين المشكل ديال عدم المحاولة وعدم عيش التجربة. كل مجال جغرافي فيه مشاكله فيه نقط قوته وفيه نقط ضعفه وبالتالي فالثقة في النفس هي اللي مهمة. دراسة الحياة علمتني أن الإنسان خص يكون عنده العزيمة يكون عنده التحدي وما يستسلمش. دير يديك دير الخير تلقاه التحقوا بنا على موقع دير يديك .ما مدرسة الحياة يوميا على دوزام